السلام عليكم. عرفت عدة مناطق من ولاية ليمسان مساء اليوم الثلاثاء تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة، استبشر بها ساكنة الولاية خيرا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور التقطت حديثا لتساقط أمطار غزيرة، داعين الله عز وجل أن تكون أمطار الخير والبركة، كما تمنوا تساقطها على المناطق التي تعرف الحرائق المهولة وخاصة ولاية تيزي وزو والتي سجلت أكبر الأضرار المادية والبشرية، كما سجلت هروب العديد من العائلات خوفا من الاختناق أو الاحتراق، وما زالت الحماية المدنية لحد الساعة وبمساعدة الدرك الوطني والجيش الشعبي والمواطنين محاولين إخمادها بشتى الطرق حتى لا تصل إلى المناطق المأهولة والتي تعرف تجمع كبير للسكان.